لنفترض انه انا انتهيت من ديزاين البزنس كارد بشكل كامل والاداره وافقت عليه، وهلا حاليا انا بدي اني اعمل هذا البزنس كارد نفسه لكل موظفين الشركه. شو بنعمل؟ اولا بنروح لعند اي شخص بالاتش ار او بالسكرتيره او اي شيء، بنقول لهم يجهزوا لنا فايل اكسل. اكسل ايه؟ اكسل. نحن ما بنشتغل اكسل عاده، ولكن هالمره بما انه نحن عم نتعامل مع مو ديزاين، مع بزنس كارد بالنهايه، رح نخليهم يجهزوا لنا فايل اكسل محطوط فيه بهالطريقه. رح نجهز لهم الفايل بهالطريقه، الاسم، الاسم بالعربي مثلا اذا بحبينا، البوزيشن، كومباني، موبايل، الفون، لاند لاين، الفاكس، والويب سايت. اوكي، بعد ما ناخذ فايل الاكسل هاد رح نروح فايل سيف از، نختار يونيكود ومنقول له سيف. رح يطلع لنا هاي رساله التحذير اللي عم تخبرنا انه اذا عملنا سيف حاليا بصيغه تكست فنحن رح نخسر كل المعلومات يلي الاكسل بيوفرها. اكيد نحن ما بدنا اي معلومات الا الداتا، فلذلك رح نقول له اوكي ومنسكر فايل الاكسل. بيرجع بيعطيني التحذير مرة تانية وانتهينا من فايل الاكسل. شو علاقة الاكسل بالانديزاين؟ اوكي تابعوا معي. اذا رحنا من فوق على ويندو، بعدين يوتيليتيز، بعدين اخذنا داتا ميرج، رح تطلع لنا هاي البانل. منلاقي هون في زر صغير، بعدين بنختار سيليكت داتا سورس، ومنختار الداتا سورس يلي نحنا صدرناه من ملف الاكسل. ما بناخذ ملف الاكسل، بناخذ ملف التكست يلي صدرنا ومنقول له اوبن. شو صار؟ ما تغير شيء، بس حاليا طلعوا عنا هدول المعلومات. هدول المعلومات من وين اجوا؟ اذا تذكرنا ملف الاكسل هذا دائما السطر الاول، نيم، الارابيك نيم، البوزيشن، هذا السطر الاول بيفهمه الانديزاين على انه هو عنوان لكل شيء تحته. طيب هدول شو بنعمل فيهم حاليا؟ نحن عنا الديزاين خالص، منروح على الاسم الكبير لنقول هون نور حمصي ومنحدده بهالطريقة، وبعدين منروح على البانل تبع الداتا ميرج ومنكبس نيم. اوكي رح نلاحظ انه طلع رقم هون انه الصفحة 2. بنفس الطريقة بروح على ار دايركتور يلي هي البوزيشن، بروح بكبس على بوزيشن، رح اكمل الموبايل والفون فاكس ايميل، وهي هون عندي الارابيك نيم والويب سايت. اوكي بهالطريقه، ورح نحدد كومباني. طيب لحد هلا ما حدا عم يفهم علي شيء، وانا عم اعمل اقواس واسهم وداتا ميرج وما بعرف شو. رح نروح بالبانل تبع الداتا ميرج، بس اكبس بريفيو رح نلاحظ انه كل شيء من هدول الاقواس تبدلت بمعلومات. طيب رح يجي حدا يقول لي هلا انه اوكي هي نفس المعلومات يلي كانت مكتوبه انا كاتبها بالاول. طيب في عندي سهم هون اذا قلبت فيه هلا رح نلاحظ انه بلش ياخذ كل شيء معلومات موجوده بفايل الاكسل. نور حمصي، احمد عباس، فادي الحكيم، انا ماريا، جمال حداد. رح نلاحظ اذا بنقلب هون تمام عم يعطيني اياهم بهي الطريقه. نفس الديزاين اتطبق على كل الاسماء. طيب بعد ما بخلص بتاكد هيك انه كل الاسماء موجوده تمام، بعمل هون كرييت داتا ميرج، ميرج دوكيمنت سوري، رح يطلع لي هي البانل. ما بنعمل فيها اي شيء، بس بنقول له اوكي ونقول له كلوز لهذا التحذير. ورح نلاحظ انه فايل انه الانديزاين عمل لي كل الكروت بهي الطريقه. طيب في عنا ايرور هون عم يطلع لي، لنشوف شو هو الايرور. عم يقول لي انه في اوفر تكست بالصفحه 10، نكبس عليها. رح نلاحظ انه حداد كومباني جاي، انا عملت الفريم صغيره لذلك بس بكبرها شوي. حلاوه الموضوع مو بس بهون، انه هذا الفايل نحن الداتا سورس اللي عملناه حاليا هون انشانا قادر استخدمه انا باي ديزاين. لنفترض انه انا حاليا عم بعمل ليتر هيد للشركه. اوكي رح اخذ من هذا الفايل كل المعلومات تمام، هاي الكومباني وهي المعلومات،
نحن باخذهم وحطهم هون. نفسهم حاليا رح نلاحظ انه رحنا على Data Merge وبناخذ Select Source. رجعت عم بشتغل بسرعة انا هلا لانه خلص يفترض صرتوا تعرفون. تمام، رح نلاحظ انه لوحده ال InDesign اخذ المعلومات وفهم انه انا لازم اخذ ال Data Source هي المعلومات كلها. خليني بس اختار لون هون، رح اكبر شوي واكبس W. اوكي، نرجع نعمل هون بريفيو، رح نلاحظ انه اتخذت المعلومات كلياتها. هلا ممكن حدا يجي يقول لي طيب اذا انا بس عندي 5 كروت مو معقول يعني اني انا اعمل هالعقده كلياتها بالنسبه لي. انا رح اقول انه ليش هي الطريقه افضل. في حال حاليا نحن ضفنا هون اسم جديد، نور خلف نيرس، الارقام نور اند خلف دوت كوم، ماشي، وعملنا له سيف. حاليا بنروح على الانديزاين بناخد الداتا ميرج نفسها وبنقول له ابديت داتا سورس. اوكي، نرجع بنعمل بريفيو، رح نلاحظ انه الاسم الجديد انضاف. طيب في حال رجعنا لفايل الاكسل وخبرونا انه في تعديل بالبوزيشن تبع فادي الحكيم يلي هو ما عاد دايركتور، صار هو سينيور دايركتور، وعملنا له سيف، نرجع للانديزاين بنقول له ابديت داتا سورس، رح نلاحظ انه فادي الحكيم صار سينيور دايركتور. اذا نحن بهي الحاله اختصرنا على حالنا جميع التعديلات يلي رح تظهر لاحقا. التعديلات دائما رح تجي بتصير من قسم ال HR او من الريسبشن او من اي حدا معه اكسس لهذا الفايل، هو بيعدل ونحن مجرد بنعمل هون ابديت للسورس. وبنرجع مره ثانيه بعد ما نعمل ابديت بدنا نرجع نعمل create merge document ونخرج الفايل. تمام، بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس واخذتوا شيء جديد عليكم، وفي حال وجود اي اسئله كالعاده ابعثوا لي على الايميل. شكرا كثير لكم.